فائدة في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي وابن ماجه، ماجه بالهاء ليس بالتاء، رواه النسائي والترمذي قلت وابن ماجه وابن حبان. تعلموا القرآن، تعلموا القرآن واقرؤوه، وارقدوا، ارقدوا يعني بين هلالين، وارقدوا أي جعلوا بالقاف، وارقدوا بالقاف ليس بالكاف، وارقدوا من الرقاد يعني أي جعلوا آخر عملكم بالليل، أي جعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه. يعني يقرأ شيئا من القرآن وينام. أليس ورد في الحديث أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون قبل أن ينام؟ هذا الذي يحافظ على هذا له براءة من الشرك. فإن مثل القرآن، فإن مثل القرآن لمن تعلمه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به الجراب، هو وعاء ليس الجورب، الجورب الكلسات، أما الجراب هو وعاء، وقام به كمثل جراب، كأن الشخص قد يتوهم أنه ضعوا بين هلالين، كمثل جراب بين هلالين وهو وعاء معروف، كمثل جراب محشو مسكا، يفوح ريحه في كل مكان، كمثل جراب محشو مسكا، لأنه يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، فهذا خيره، نفعه ظاهر للناس، ينفع الناس يعني، كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه، يعني ينام وهو يحفظه، فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسك، كمثل جراب أوكئ على مسك يعني أغلقه. ما يغطى به هذا الوعاء يقال له الوكاء، الذي يغطى به الشيء الذي يوضع فيه نحو الشراب مثلا يقال له وكاء. أوكئة فوق بدها تكون أوكئة لأنه الكسرة قبل أوكئة، أما الشيء على السطر منحطة، أما هذه فوق، لا هي صورة الألف المقصورة لكن فوق على طرفها من فوق ليست على السطر. أيوة مثل شاطئ مثلا أوكئ شاطئ هكذا، أما شيء نكتبه على السطر بعد الياء، بعد صورة الياء.